بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة عن غناء الأشجار في الجنة. أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في البعث عن مجاهد أنه سئل: هل في الجنة سماع؟ سماع يعني إيه؟ غناء. فقال: إن فيها لشجرة يقال لها القيد، لها سماع لم يسمع السامعون إلى مثله. الحديث قال: أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الصوت الحسن، فهل في الجنة صوت حسن؟ فقال: أي والذي نفسي بيده، إن الله يوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير، فترفع بصوت لم يسمع الخلائق بمثله من تسبيح الرب وتقديسه. يعني انت في داخل القصور تسمع الحور العين، وعلى الانهار حينما تمشي في الجنة تستمتع بها. لو جلست تحت شجرة، هذه الشجرة تغني لك بأمر من الله سبحانه وتعالى. يبقى جو الجنة كله إيه؟ ربنا ما يحرمنا ولا أنتم من هذه النعيم المادي والحس. تعالوا نشوف الحديث السادس والرابع. أخرج ابن عساكر عن الأوزعي في قوله: في روضة يحبرون، قال: هو السماع. السماع يعني الغناء، غناء الجنة. إذا أراد أهل الجنة أن يقربوا، أوحى الله إلى رياح يقال لها الهفافة، فدخلت في آجام قصب اللؤلؤ الرطب، يعني في الجوف، فحركته فضرب بعضه بعضا فتطرب الجنة، فإذا طربت لم يبقى في الجنة شجرة إلا وردت. سبحان الله. في يا جماعة، كنا عملنا حلقة في عام 2013 على أن فيه آذان من نوع خاص بتتفتح، ظهور من نوع خاص تتفتح عند سماع الأذان في قناة الفتح الفضائي. فإذا كان الظهور في ظهور معينة، مش كل الظهور، بتتفتح عند سماع الأذان. وفي نباتات بتنمو على الموسيقى، موجودة ولها أبحاث كثيرة علمية، ممكن تبحثوا بقى على النت أو على اليوتيوب. فما بالك بالجنة بقى، فيه الصوت بيجي لشجرة معينة. أول ما أنت تسمع هذا الصوت، جميع الورود اللي في الأشجار تتفتح من حسن الصوت، فأنت تبقى عامل إيه وإحساسك إيه؟ خرج الخطيب في المتفق والمفترق، خطيب المغتدي، عن سعيد بن أبي سعيد الحارثي قال: إن في الجنة آجاما من قصب من ذهب حملوها اللؤلؤ، إذا اشتهى أهل الجنة صوتا بعث الله ريحا على تلك الآجام فأتتهم بكل صوت حسن يشتهون. وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنة بسند صحيح عن ابن عباس قال: في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام،
فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرق تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. سبحان الله. لا يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من يدخل الجنة على صورة أبناء ثلاث وثلاثين، بيض مرج. مرج يعني إيه؟ يعني ملهمش إيه؟ ذقون، يعني مفيش لحية زي اللي عندي دي، محلوق. مكحلون طول 60 ذراع، ونساؤهم يخرجون متخصرا، يعني متحزمة يعني، إلى شجرة في الجنة يقال لها طوبى، ينغمن بأحسن أصوات يسمعه الأولون والآخرون، يقولن: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام، ينظرن في قرة عين تعفو أشعارهن أقدامهن، فإذا أتينا طوبى. يعني هم ماشيين يغنوا، لما يحصلوا شجر الطوبة بقى تفتحت أكمامها، يعني الأزهار بقى إيه تتفتح، فتقول من اللي تقول؟ الضمير عيد على من يا ناس؟ اصحوا على الشجر، الشجر هتتكلم: خذنا بما شئتنا، ويأخذنا إن شئنا أحمر وإن شئنا أصفر وإن شئنا أبيض، وكل الألوان إيه؟ على كل واحدة 70 حلة أرق وأحسن من شقائق النعمان. شقائق النعمان ده نبات موجود في بلاد الشام، ويأذن الله تعالى لورق الجنة فيقول: انظروا عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم في الدنيا عن البرابط والمعازف، فنغمتهن بأحسن أصوات من نغائم الطير. طب تعمل إيه علشان ما تتحرمش منه؟ حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك: مين اللي هيسمع الكلام ده؟ مين؟ اسمع. أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والأصبهاني في الترغيب عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك. ثم يقول الملائكة: أسمعوهم حمدي وثنائي، وأعلموهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في حديث قريب من هذا ولكن باختلاف بسيط في المتن، أخرج الدينوري في المجالسة عن مجاهر رضي الله عنه قال: ينادي مناد يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أصواتهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ فيحلهم الله في رياض الجنة من مسك، فيقول للملائكة: أسمعوا عبادي تحميدي وتمجيدي، وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب رقم 3، أخرج الديلمي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة قال الله: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان؟ ميزوهم فيميزون في كثب المسك والعنبر.
ثم يقول الملائكة: أسمعوهم من تسبيحي وتحميدي وتهليلي. قال: فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط. آخر حديث أخرج الحكيم الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين في الجنة. قيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: قراء أهل الجنة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. يبقى يا أيتها النساء والبنات والشباب اللي بيروحوا أفراح فيها شيء يخرج عن المألوف وفيها مزامير وفرح أشياء لنا فرض الله سبحانه وتعالى وتخرج عن النطاق الشرع، يجب أن تهربوا منها، لأن ممكن تتحرموا منها في الجنة وحتى من بداية يوم القيامة قبل ما تدخل الجنة. ربنا هينادي عليك يوم القيامة، ولذلك الحديثين الأولانيين بيقول للملائكة: أخبروهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو أصلا ما فيش خوف في الجنة ولا في حزن في الجنة. طب اللفظ دي جاي ليه؟ ده اللفظ ده علشان وهم ماشيين في ايه؟ في أرض المحشر يوم القيامة قبل دخول الجنة. فأقول لهم وانتوا واخدينهم كده تدخلوهم الجنة وتسمعوهم، قول لهم ما تخافوش، مش هترجعوا لأرض المحشر تاني، ولا لكم علاقة بأهوال الصراط، ولا لكم علاقة بالنيران، ولا لكم علاقة بالميزان، ولا لكم علاقة بتطير الصحف. أنتم من أهل يمين، أنتم الذين كنت تحبوا كلام رب العالمين. طيب لو في فرح فيه طبل هل محلل؟ نعم. قالت الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسي، يعني يوم فرح، وجلس هنا، يعني بتفتخر ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المكان وتشير اليه. وكان عندنا جاريتان يغنيان ويطربان بالجف، وكانتا تقولان: وعندنا نبي يعلم ما في غد. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فلا تقولانه. يعني قال لهم ايه الحتة اللي بالنبي يقول بيعرف الغيب دي ما تقولهاش في الغناء، ولكن ما انكرش عليهم ضرب الجف. اما المنهي عنه في الدنيا المسامير والاشياء التي تخرج عن المألوف. نتمنى لكم رحلة ممتعة الى الجنة في جوار رب العالمين ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.